لم يكلوا ولم يملوا من ترديد الهتافات المطالبة بحقوقهم. هؤلاء هم أصحاب العقود والأجراء اليوميين المطالبين بتثبيتهم على الملاك الدائم في الدوائر التي ينتمون إليها، ومن هذا الباب دخلوا على خط الاحتجاجات. احنا صار لنا اكثر من 7 أو 8 سنوات واكو بينا 9 سنوات على اجراء يومين، ما صار لنا 3 أشهر أو 4 أشهر يلا حولونا. احنا وحده من مطالب الشعب والمتظاهرين ومساندة والمتظاهرين ويا الشهداء، نريد تثبيت حالنا حال الباقين، يعني هو يثبت العقود اللي بالشمال والراتب مالتهم من المركزيه مال بغداد، واحنا ماكو، ولحد الان على 350 الف دينار، لا شهاده، كلهم شهايد وكلهم اصحاب عوائل وكلهم خريجين. احنا صار لنا نتظاهر اكثر من شهر من بدات الثوره لليوم. احنا اول شيء مسانده لاخواننا بساحه التحرير ووفاء لدماء الشهداء. احنا هنا تحولنا عقود بس بالاسم. يعني صار لنا كل واحد 6 سنوات و7 سنوات و8 سنوات واصحاب شهادات واصحاب عوائل. احنا صرنا هاي السنين كلها على 350 الف، وهسه صار كم شهر من تحولنا ما بس بالاسم متحولين. لا يحسب شهاده، لا يحسب اطفال، لا يحسب زوجيه، وكل اصحاب عوائل وكل عالم قاعده جار. أصحاب العقود التابعين للشركة العامة لصناعة السيارات والمعدات في الإسكندرية بمحافظة بابل طالبوا بتطبيق القرار 315 الذي يخدم تطلعاتهم. خلي يشملون حالنا حال البقية بموازنة 2020 ويطبقون قرار 315، واحنا يوميا مسوين هاي الهوسة وموقفين عمل العالم وقاطعين الشوارع ومنطين شهداء ومنطين ضحايا على شنو؟ ناس نريد نعيش، ناس فقراء نريد نقدم شيء لهذا البلد. كل ما نحكي وزارة الصناعة والمعادن خسارة وفساد وخسارة وفساد، إلى متى؟ ايش وقت نوصل لأهدافنا؟ ايش وقت هاي العالم تتعين؟ ايش وقت تعيش؟ يعني يوميا بهاي الهوسات ويوميا بهاي المهزلة. يعني اليوم من ما ينفذون المطالب هذول الاشخاص هم يتحملون المسؤوليه. يعني مثل عندنا احنا كتاب 315 هذا سواك ويا شو اسمه الموظف ويا الموظف، هذا لحد اليوم احنا ما متنفذ، وبتاريخ 30/11 لازم يتنفذ وبالكتاب المخالف يحاسب. ليش هذا الكتاب ما يتنفذ لليوم؟ هذا من يتحمل مسؤوليه؟ مدير الدائره مو الوزير، الوزير رفعه ومدير الدائره موقع، وإحنا ننتظر هذا التنفيذ ومطلبنا التثبيت. ويؤكد المحتجون أنهم تحولوا إلى عقود شكليا فقط، وهم يتقاضون مرتباتهم السابقة دون احتساب للشهادة ولا المخصصات الأخرى التي يتمتع بها أقرانهم، متسائلين متى ستستمع الحكومة صدى أصواتهم وتنفذ مطالبهم.